هذه هي دي باش ماتوا هاد الوليدات هادو، ما كاين لا تقراد لا ذبيح لا حتى شي حاجه لا والو. السلام عليكم، معك نادي خيدون فاعله جمعويه حقوقيه من الفقي بن صالح. حنا اليوم كنتواجدوا بالقبيله ديال الاجداد ديالنا. كل شيء عارف بان الجريمه اللي وقعت البنت خالي امل الصحباوي والابناء ديالها اللي قتلهم الزوج ديالها بالديار الاسبانيه، وهذه الجريمه اللي هزات العالم باكمله وحزف الانفس ديالنا والعائله ديالتها مدمره، والاب ديالها الام ديالها، المهم العائله كامله ديالنا كلها مدمره. يعني ما كناش كنتوقعوا انه يوصل لهذه الدرجه هذه كامله ويقتل الابناء ديالو، الكبده ديالته، الكبده ديالته بلا رحمه ولا شفقه، رغم ان هذه السيده هذه ما حصل عليها حتى شي حاجه، ما كديرش شي حاجه خيبه، لانه يوصل لهذه الجريمه البشعه ويرتكبها في الحق ديالها والحق ديال الابناء ديالها. ولهذا اليوم كنقول كنتمنى من الحكومه الاسبانيه انها تاخذ اقصى العقوبه في حق الزوج اللي ارتكب هذه الجريمه هذه، وحتى القضاء المغربي كنتمنوا اننا الى حبدا انهم يعني يبحثوا ويشوفوا شكون كان وراء هذا الشيء، واش كاين شي تحريض، واش كاين، الله اعلم. احنا خصنا نعرفوا باش تصفى القلوب، واخا ما غتصفاش القلوب في هذه الجريمه وما عمرها غادي تنسى، وما عمر امل غادي تنسى لوالديها ولا العائله ديالتها ولا والاطفال الصغار، يعني زعما واحد الدرجه ما يعني ما تيقبلها لا ربي لا العبد ديالو. مع المرحومه راه كنت انا صغيره، كنجي لدار جدي وخوالي، وهي كانت صغيره، هي صغيره علينا بزاف، ولكن ما كانش بروموسيون ديالي باش نلعب معاها وداك الشيء، ولكن كانت صغيره في دار جدي وخوالي وسميتو هادي وهادي. كنشوفوا حزن كبير 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 وسط العائله وفي القبيله كذلك، كل العائله ديالتها، كاين الناس ديال القبيله، كلشي كينتظر في الجثه بالحضور ديال قائد المركز للدرك الملكي بالبراديه، مشكور من هذا المنبر هذا، والقائد والخليفه والشيخ الدوار ديال القبيله ديال ولاد عبد الله، السلطه كامله حاضره في هذا الدفن هذا. احنا في الاول اننا احنا العائله بقينا متبعين مع الجمعيه ديال ولاد عبد الله اللي كاينه في اسبانيا. في الاول كنا كنقولوا كيقولوا هما وحنا كنقولوا بان راهم دخلوا قردهم وداك الشيء، هو ما كاين لا دكراد لا حتى شي حاجه لا والو. بالفعل وحفر الحيط ودخل باش ان الكاميرا كاينه في الشارع ما يمكنش يتبت عليه، ولكن انا هذا السيد كنقول ربما واش هذا قاري واش خبير في الجريمه، يعني مسرح الجريمه ما خلى فيها والو. الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. فاش دخل السيده مضروبه لعنقها، شويه مقموشه من عنقها كما جا في التشريح وكما جا في الاقوال ديال الدراري الجمعيه اللي كيحضروا عند السلطه الاسبانيه وعند البوليس الاسباني، عندها رمشه في العنق ديالها وفيها الضربه في الكرج ديالها، والوليدات مضروبين في الجنب ديالهم حدا الكلاوي. هذه هي باش ماتوا هاد الوليدات هادو، ما كاين لا تكراد لا ذبيح لا حتى شي حاجه لا والو.